احنا هنروح مره تانية متكلمناش. ملعب المباراه هترجع لي برضه انا ولا هرجع لك ان شاء الله؟ هيرجع لي انا بقى. وزميلنا كريم احمد، مساء الخير يا كريم. جزيل الشكر ليك من جديد كابتننا الكابتن ايمن شوقي، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينا وكل جمهور نادي الاهلي في كل مكان. اجواء اكثر من رائعه الحقيقه هنا في استاد القاهره القمه 126، بمشيئه الله ان شاء الله يكون يوم سعيد على كل جمهورنا جمهور النادي الاهلي اللي لازم نبدا بيه معاك من هنا من استاد القاهره. تابلوه رائع جدا ومشهد اكثر من رائع، وعي كبير في الهتاف كل نادي على لعيبه النادي الاهلي، الكل طبعا حياهم على مجهودهم الكبير جدا. اجواء اكثر من رائعه، الجو كمان والطقس الحقيقه يمكن صباح اليوم كان الحراره شديده شويه، لكن في هذا التوقيت الجو يعني نقدر نقول درجه الحراره نزلت، جو نقدر نقول جو كره بمشيئه الله ان شاء الله يساعد النادي الاهلي، والمناخ يساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا في ظل الاجواء الجماهيريه العظيمه. يمكن زي ما احنا شايفين في هذه اللحظات بيجري لاعبو النادي الاهلي عمليات الاحماء، الكل في جديه كبيره جدا، خلاص يمكن الكل اطلع على التشكيل، هي دي المجموعه اللي يمكن تم اختيارها بالتاكيد من مستر كولر. ان شاء الله يكونوا موفقين، ان شاء الله باذن الله الادوار تكون مثاليه. يمكن من الواضح طبعا احنا عارفين يمكن غياب مروان زي ما اكدنا وقلنا، ومشاركه اليو ديانج يمكن اكدنا وقلنا هذا الامر ده من البدايه، ان شاء الله باذن الله يكونوا مميزين منتصف الملعب بمشيئه الله النهارده، ما نحسش بغياب مروان واحد من اللعيبه المميزين جدا. لكن ان شاء الله الخطه المميزه جدا من مستر كولر قيادته الفنيه من خارج الخطوط، الاجواء، رغبه لاعبي النادي الاهلي الحقيقه ان احنا نحتفل النهارده، لان يمكن خلاص زي ما احنا عارفين تحقيق هدف طبعا بطوله الدوري شيء، وان انت تكسب النهارده وتكون ختامها ومسك بمشيئه الله. يا رب ان شاء الله كل الاجواء وكل الظروف تكون مع فريق النادي الاهلي، وبمشيئه الله كابتن ايمن يكون يوم عظيم، اداء ونتيجه تكون تسعد كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. المكسب للنادي الاهلي، ونبارك لبعض ان شاء الله بعد المباراه يا كريم، شكرا جزيلا.